أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. حزب الاستقلال رغم أنه خذلنا في الحكومة الأولى وغادر مركب هذه الحكومة في منتصفها واضطررنا إلى تعويضه بحزب التجمع الوطني الأحرار، وحمل علينا حملة شعواء وخصوصا في شخص أمينه العام، إلا أننا لا نستبعده رغم ذلك، والأستاذ عبد الإله صرح كم مرة أنه لا يستبعده نظرا لمجموعة من الخصائص والمقومات، فقط سيكون الشرط مع حزب الاستقلال وغيره هو ميثاق شرف لكي لا يضرب أحدنا الآخر تحت الحزام ونحن في حكومة واحدة، لكي يكون هناك انسجام بين مكونات الحكومة، انسجام حقيقي وتعاون حقيقي من أجل الوطن، من أجل هذا الشعب الصبور المخلص المؤمن الذي وضع أمله في التغيير السلمي الحضاري وقدم نموذجا متميزا في الربيع العربي العاصف للعالم أجمع. إذا كان هناك ميثاق شرف لانسجام شريف لتعاون شريف لتكامل شريف، فإن حزب الاستقلال وغيره مرحب به في التشكيلة القادمة التي سيرأسها إن شاء الله مرة أخرى حزب العدالة والتنمية، وشكرا.